يقر بحكم الإعدام في انتظار الاستئناف وصدور حكم الاستئناف. اليوم المحامي يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام ضد 6 متهمين. فما هي الأسباب؟ الأستاذ المحامي أبو بكر بالثابت ضيفنا في المباشر. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ. أهلا بكم، مساء النور. شكرا كل العاملين والمستمعين. شكرا جزيلا. علاش طلبت بإلغاء عقوبة الإعدام ضد 6 أشخاص متهمين في قضايا راح ضحيتها 3 أشخاص؟ واليوم رجعنا للقضية دي اللي صدر فيها الحكم الابتدائي منذ 14 مارس 2023. رجعنا بمناسبة الندوة الصحفية اللي عقدها الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، واللي خذا قضية العين السخونة كعينة عملية لتأييد مطالبه بإعطاء أولوية لحق الحياة على تطبيق عقوبة الإعدام، لأنه إحصائيات 2023 بتقول أنه القضية هذه صدر فيها ربع الأحكام الإعدام اللي صادرة إلى حد هذا الشهر في كامل البلاد التونسية. يعني 6 متهمين، 6 متهمين، 6 أحكام بالإعدام ل6 أشخاص في قضية واحدة، والاستئناف معين إن شاء الله نهار 30 نوفمبر. احنا قدمنا للصحفيين الحاضرين نبذة عن الإجراءات والمسائل اللي صارت في القضية، ونبهنا أنه من أهم مسوغات اللي دائما تكون كانت في تونس ولغيرها من بلدان العالم لإلغاء عقوبة الإعدام، وأنه إلغاء عقوبة الإعدام نجم تكون خطأ لا يمكن تداركه، وهو الحال في قضية الحال، لأنه متهمين ما كانوش، في البعض منهم ما كانش حاضر، في البعض ما فماش إثباتات وما إليها من الأسباب اللي موجودة في الملف. وبالتالي تم استعراض المسائل اللي تم هذه القضية كعينة مؤيدة لطلب الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام هل قاعدة تطبق في تونس؟ لأنه احنا نعرف عقوبة الإعدام مش قاعدة تطبق في تونس حسب الماء ومتداولة الرأي العام. لا، ما هو ما هيش قاعدة تطبق، وهو قرار سياسي معمول بها. إذن ما الفرق بين عقوبة الإعدام والعقوبة السجن مدى الحياة على مستوى التنفيذ على الأقل؟ لا، مستوى التنفيذ فيه برش عناصر، لأنه الجاري به العمل إلى مدة قريبة، أنه متى أصبح حكم الإعدام باتا معناها يعامل الموقوف السجين والمحكوم ضده معاملة المحكوم بالإعدام من العزل ومنع الزيارات، ولكن الحقيقة تم الرجوع فيه منذ سنوات المسألة هذه، ولا ينفذ حكم إعدام لأنه رئيس الجمهورية لا ينظر في مطالب العفو، وبالقانون لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض مطلب العفو. بالتالي القرار السياسي المعمول به منذ بداية التسعينات هو عدم التنفيذ وكإلغاء فعلي لعقوبة الإعدام فيما عدا استثناءات قليلة يعرفها الرأي العام التونسي. وبالتالي هو إيقاف فعلي للعمل وسياسي للعمل بعقوبة الإعدام. واضح جدا، شكرا لك، وضحت لنا الاسباب ووضحت لنا ربما معناتها شويه من الملف نتاع القضيه هذيا. شكرا لفضلك الاستاذ ابو بكر بالثابت محامي 6 متهمين اليوم في قضيه عين السخونه اللي صارت في 12 من ولايه قبلي، وراح ضحيه المواجهات اللي صارت في المنطقه هذيا 3 اشخاص ربي يرحمهم ان شاء الله.